اخواني اخواتي سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من جديد في حلقه جديده من فروسيات، اللي اليوم باش نصافحوا فيها التراث والفروسيه التقليديه على طريقه المداولي مش المشاف، وباش يكون عندنا بعد شويه باذن الله مصافحه مع سي عبد الحميد العايدي، فارس قديم عاش فتره فروسيه مهرجان عقارب، ومن وقتها متحصل على برشا جوائز، وابنه فوزي اللي باش تشوفوه في عرس تقليدي في اولاد عاشور في ولايه القيروان. باش نعلقوا على الشيء هذا سيدي محمد علي، احنا انتقلنا الى اولاد عاشور. اولاد عاشور في دار عملي، فرح بينا ان شاء الله فرح دايم، وشفنا صورنا مع كاميرا سي هشام بن عمار، المخرج الكبير سي هشام بن عمار زميلنا وصاحبك، وباش نخلي لك الكلمه باش انت تعطينا هكا شويه تعليقك والتفسير على العرس التقليدي. قلت لي نحب نشوفوا العرس التقليدي كيفاش كان وكيفاش ولا. اليوم العرس التقليدي شنو سي محمد علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العرس التقليدي في بوحجله، نحكي لك على بوحجله لان المنطقه اللي انا نعرفها ولاد عاشور هي تابعة بوحجلة. اي ولاد عاشور يعني هي معتبة عمادة، ولاد عاشور معروفين، ولاد عاشور في بوحجلة. العرس متاع عم علي، ولاد عم علي، هو كان خليط ما بين الماضي والحاضر. الماضي والحاضر. الماضي ما كانش هكاك، الحاضر توا الناس كل ولات بالصالة والحاجات اللي معروفة توا معناها. لكن قبل كان العرس يجي حاجة أخرى. كان ثم سبع أيام وسبع ليالي، نقولوا عرس في سبع، إيش معناها سبع أيام وسبع ليالي؟ يعني قبل العرس بأسبوع تقام الأفراح في دار العريس، وثم حاجة يسميوها النجمة، في الليل يشعلوا عافية هكا ثم نار كبيرة باش الناس تشوف وتعرف اللي ثم حاجة في الدار. ليلة النجمة هذه يقولوا؟ إي لا، النجمة تدوم سبع أيام. أما ليلة النجمة هي الليلة الأولى اللي باش يعملوا فيها النجمة هذه. احنا في الروبورتاج ما شاء الله هنا نشوفه في النساء الكبار اللي يشتحوا غادي هذوك ما عادوش، تعرف النساء الكبار ما عادوش. تو شفتي انت في العرس بتاعك علي ما ثماش بنات صغار يغنيوا؟ صحيح البنات الكبار يغنيوا، كان ثم حاجه في العروسه يمشيوا يجيبوها العشيه تقريبا مع الظهر، ما بين الظهر في وقت الظهر، وكان ثم حاجه اسمها المحفل. المحفل هذوما يجيوا بنات في عمر معين صبايا ويعملوا المحفل، يلبسوا ويتزينوا كذا ويبداو هما يغنيوا. المحفل وقت اللي يجيو يهزوا العروسه ما تبدا ماشيه بالجحفه هي والفرسان، يعني يمشيو وين يلقاو مكان يلعبوا فيه يلعبوا فيه. هذاك هو كان العرس، يعني الحفله نتاعو هو الخيول الفروسيه بتاع الخيول. حتى اللي شفناها احنا في سبيخه المداوري ما عندناش احنا في بوحاجه، موش متعارف عليه يعني. وراو عم علي استدعى لنا بالذمه، ما باش يكون في بالك انه عم علي استدعى لنا بالذمه الفرسان بتاع سميحه باش جاو البوحجله. فهمتي وتشكروا على هذا؟ لا باش نشكروا مش على هذا، باش نشكروا على هذاك، على برشا حاجات اخرين، على حسن الضيافه
الحق فرح بينا كيف كيفك، شفت انت تعشيت معنا معناها كيف كيف الضيافه الزلاصيه المعروفه، الضيافه الزلاصيه بالمسلان وبالعاده وكما كان القيمه حدثنا عليها اول مره الاولانيه، والزبده والعسل اللي تحطت فوق الطاوله زاد كيف كيف ويكون تخليتها. وباش نشكر عائلته الكل، افراد عائلته الكل، ويمكن بصفه خاصه نجم نسمح لنفسي بنتي اميمه اللي فرحت بينا برشا وقعدت هكا دارت بينا وراتنا الخيل وراتنا وراتنا البلاصه اللي طاب فيها العشاء وكانت حقيقه معناها هذيك اميمه سي لا نوفيل جينيراسيون، نوفيل جينيراسيون سي لا نوفيل جينيراسيون تاع بنايه تقرا مثقفه وكذا وكل يعني. وثم حاجه يعني انا لاحظتها، تعرف احنا عندنا في بوحجله في عمري انا لا اعرف امراه مطلقه في بوحجله، كان عندنا طلاق ما ثماش، ماهوش موجود بكل اطلاق. تاخذ المراه الراجل والراجل ياخذ المراه، هذاك النصيب نتاعو وانتهى على علاته وعلى علاتها، ما عادش يتلقوا بكل. كانوا قبل الناس اللي لبس عليهم يقولوا يخاويو. اش معناها يخاويو؟ وقت اللي يحب ياخذ مراه اخرى ويوصل يعني باش يبدل وكذا، يجي للمراه هذيك يخرجها هي واولادها يبني لها ويخاويها، لكن تبقى يعني ما عادش ثم معاشره الازواج، انما تبقى يعني تولي كأني أخته يخويها أنا من غير ما يطلقها. لكن كنت تقعد ديما تحت مسؤوليته، تقعد تحت مسؤوليته، يقعد يصرف عليها ويعمل عليها وكل شيء حتى لين تموت انت ثم هذه. لكن قلت لك الطلاق انتهى، والراجل هو الراجل اللي إذا كان يوجد راجل اللي يطلق، الراجل هو اللي يحشم مش المرأة، باعتبار أن الراجل اللي يطلق فشل في تكوين أسرة. أسرة نحكي لك عليه هذا كانت العراس في اللي زاني سوسانت، اما توا الاعراس حاجه اخرى. توا قبل كانت شنو الجهاز العروسه يجيبوها؟ كانت سي تري سامبل، كان ثم حاجه اسمها المسند، كيما المسند توا اللي يحطوه والتفور. لا التفور هذا اي حكيتنا عليه. لا هذا كان ثم يجيبوا صندوق، كانت العروسه اش تجيب معها؟ تجيب صندوق. شفتك الصنادق اللي يبدا مصور عليهم سيد علي وراس الغول، ولا مصور عليهم حوته، صندوق وعندك المفتاح الكبير وكذا ويدب مزين، هذاك فيه الجهاز نتاعها، وما زاد على الصندوق تحطه في حاجه اسمها المسند. المسند هذا يبدا كيف الخرج، فهمت؟ طويل هذا معمول يعني مسدي والكل، وتحط فيه بقيه، هذاك هو الجهاز نتاعها. وكانت المراه ما كانش عندهم لا مكياجات ولا الماء والصابون وكذا، اش يعملوا؟ كان ثم حاجه اسمها الزواده، يسميوها الزواده، حاجه صغيره هكا معموله من جلد المعيز ولا من جلد الغنم وكذا، تبدا بالخرطه يربطوها في الحزام. اش فيها الزواده هذيك؟ فيها كحل، فيها المكحله يسموه المكحل، والمرود، مرود العاج خاصه نتاع العاج، وفيه اللبان شويه سويك، السويك كله هذا مهم، وشويه لبان وكذا. هذاك هو شو اسمه التروس نتاع المكياج. باش نفكرك في حاجه، كيف خلطنا القروان قابلنا الخيان الكل ولاموا عليك شويه، يظهر لي الجماعه قالوا عم علي انسانه، عملي الغريدي إنسانة. إنسان هو مش إنسان، خاطر احنا قعدنا نحكيه شوية ومحتمل زادة في المونتاج كنا مجبورين شوية باش نقص شوية، لأنه نظرا إلى ذيق الوقت ما كناش نجمو. أما بكل صفة احنا ما نسينا حتى حد، وتوا باش نخلي لك الكلمة باش تذكر أنت الخيان الكبار اللي هما رافقوا عملي وكانوا زملائه وكانوا أكبر منه وكانوا أصغر منه وكانوا قبله في الفروسية وكانوا جاءوا بعده هو في الفروسية. وإن شاء الله هم الناس كل اللي توفى الله يرحمه، واللي مازال على قيد الحياة إن شاء الله ربي يفضله، وإن شاء الله ينجم هو بيده يفيدنا في المهمة بتاعنا، لأنه يعني كما حكينا إحنا على التقنين أما راهو ثم فرسان أخرين حاب نذكرهم لك، كما سي احمد البكوش ويوسف البكوش، هذوما من ولاد الحاج، فرسان كبار ومعروفين. ثم محمد بن احمد العفاوي والبرني بن عمر بالزين، هذوما من ولاد عاشور، ومعهم صالح ومحمد بن سعد من العجامه. ثم احمد الفالح ومبروك الفالح من الجهينات، وثم محمد بن احمد بالخير ومبروك بالحمده من بحذاك، هذوما من الشريطيه. وثما ما نجموش نحكيو على الفروسيه وما نحكوش على احمد الصوين. اما اذا تتفكر انت في حلقه الاولى تقريبا نتاع القروان قلت لك راهو الفارس في بوحجله ينبت. انت انا اليوم جبت لك واحد ما نبت، سي فرحات الفالح. هذا بعد الحلقه اللي عملناها نبت، وجبد الزي نتاعو المكسيكان اللي بعثوا له اخوه،
وصورناه وصوروا سي هشام بارك الله فيه يعني، ونحب نشكر سي هشام اللي تعب في التصوير، لانه كان كاميرا هو والكاميرا ما ثماش اليات اخرى باش تعاونوا، وخرج صور جميله جدا. ثم في نفس السياق نحب زادا كيف كيف قلت يفكرني اللي ثم شكون نقدك زادا كيف كيف بخلاف القروان والنقد لا ثم أنا نقد أنا زادا استجابة أنا إلى طلب متاع سيادتك. أنا قلت نحب شكون ينقدني ما نحب شكون يشكرني. نهار لحد اللي فات هذا في قصر الصعيد أنا نتفرج على كورس، جاب حذايا واحد سلم عليه، عرفت أن اسمه سي المعزاوي. المعزاوي ويبدو لي كان لاعب كرة طائرة سابق. أن جون يعني في ما يفوت 30 40 سنة. قال لي أنا راني مانيش موافقك في حكاية التكوين اللي حكيت عليه في الحلقة الفايتة. بون حكيت أنا وياه ووريته موقفي وراني موقفي، لكن اللي شدني في الموضوع أنه السيد حكى يعني النقاش اللي دار بيني وبينه دار في مستوى عالي من السيفيزم. ثم احترام متبادل. ثم احترام متبادل. واحنا نحبه ما نحبوش، علاش نقول لك نحبوا شكون ينقدنا؟ خاطر اللي ينقدنا وهالبلاتو هذايا اللي يحب ينقد يجي للبلاتو. مفتوح للناس الكل. يجي للبلاتو ونحكيو. الضرب تحت الحزام هذاك هو اللي ما يصلحش. خاطر ما يفيدش، ما يقدمش. أنت أما كي جاء قال رأيه بكل صراحة، قال لي كلامك راني مانيش موافق عليه. واضح. هو رأي وكل شيء. هذا رأي ونحترمه وكذا، حكينا طوعا ربما نرجعوا له فيما بعد. لكن اللي شدك هي طريقة طريقة الحوار اللي دار بيني وبين السيد هذا. قبل ما نتعداو للمرحلة الثانية، إذا تعليق سي محمد علي على بعض السباقات. احنا المتفرجين نتاع الحلقة نتاعنا موزعين. متنوعين. ثم ناس تحب الفروسية التقليدية، ثم ناس تحب الفروسية الكلاسيكية. وثم كذا يحب اللي يحب. وثم ناس تحب سباق الخيل. سباق. وثم شكون لم علينا قالوا شبيكم يعني شديتوا كذا، ما أنا سباق الخيل نحب ماذا بينا نحب نشوفوا السباقات نتاع. نظرا لأنهم ما ينجموش يتنقلوا. ما ينجموش يتنقلوا وناس يجيو من بعيد وكل. اخترنا احنا زوج سباقات، ثم سباق نتاع الأمهار الجدد هذوما اللي عمرهم ما يشتريو. لي زينيدي هذوما. وكورسة كانت ممتازة يعني تري سيري وفيها معناها خيول، ربما فيها 18 مشارك، وحسب مبلغني ثم يمكن 18 أخرين ما شاركوش نظرا لاكتظاظ وكذا، مازال عندهم الفرصة يحبوا ياخذوا الفرصة. السباق هذا نحبوا نعديوه خاطر الناس تستنى فيه وطلبوني فيه. طلبوني فيه الناس. أيوة هذا السباق ممتاز. بارتي C'est le 8 Dahi qui s'est installé en tête tout de suite en compagnie de Dame Al-Az. À présent, Dame Al-Az vient prendre la tête. Il est suivi de Doraïd Tina. Il est suivi également de Doraïd Toukour avec le 15 Dido qui fait un effort à l'extérieur et qui vient s'installer en tête en compagnie du 11 de Louis Chiglas. Ils sont à 800 mètres avec de Louis Chiglas, le 11 en tête, suivi de Doraïd, suivi également de Las Jdem El Az. Ces trois chevaux galopent devant le cheval. Ces trois chevaux sont en tête avec le 11 qui a pris l'avantage et le 15 et le 16 vient au centre. Sur la ligne droite, trois chevaux qui galopent pour la victoire en première ligne avec le 11 de Louis Chiglas, avec au centre le numéro 16 Dehem Sahra, 16 Dehem Sahra Dehi qui vient au centre, ainsi que le 13 Dkar. À l'arrivée, c'est le 13. نتاع الخيول الانجليزي لي ني لوفي اون تونيزي فيه مسابقة او اثنين. هنا معناها انا نتسائل ثم خلل احنا عندنا في تربية وسباق الخيل، ما ثماش سانكرونيزاسيون ما بين الجهات. اذا كان نوصلوا باش نجريو حصان واحد في كورس، وينو الناس اللي تعمل في البروغرام الكوميسيون دو بروغرام؟ وينو السوسيتي دي كورس الفنارك
الملاكة والمربين ثم حاجة ناقصة. إذا كان نوصلوا احنا باش نجريو زوز زويل ولا زايلة واحدة، كيكل يلعب في طرح كارتة واحد ويمشكي وكذا ويخرج طرح 21 ويقول أنا ربحت. Parti. Un page. Un est resté, l'autre est parti sur deux chevaux. إذن في الجزء الثاني من حلقتنا استضفنا فرسان والد وابنه، وباش نشوفوهم كيفاش تفاعلوا مع العرس التقليدي في القروال. سي عبد الحميد، نعم، مرحبا بك. وبيك عايشك على السلامة أخوي. شرفتنا سي عبد الحميد العايد. وبيك عايشك بارك الله فيك. بسبيخة ولاية قيروان. ولاية قيروان وفارس قديم. فارس قديم. ما شاء الله عليك، وريتني حتى جبت الشهادة متاع مهرجان عقارب ما شاء الله. شاركت في مهرجان برشا مرات، عدة مرات نشارك في مهرجان عقارب، ديما نخدم بمهرجان عقارب وغيره. وفوزي ولدنا. ولدي. ولدنا ما شاء الله. ابني. مرحبا بيك. ليك أكثر. أنت اللي كنت كما يقولوا بطل العرس. أنت اللي حفلت العرس. ما شاء الله عليك، كانت العروض متاعك خارقة العادة والناس كلهم فرحت وابتهجت بالعروض هذه. مرحبا بي فوزي، تو بعد شويه باش نعطيك الكلمه باش تحكي لنا شويه على هالغرام هذه بالفروسيه. منين جاء؟ منين جاك؟ هي هوايتي. هوايتي. احكي لي عليه شويه. ترى الفروسيه هي قبل كل شيء بالله. انا 34 عام. ما شاء الله ما شاء الله 34 عام. وقت جيت الفروسيه؟ دخلت مع بابا من اللي عمري 7 سنين. اللي عمري 7 سنين. إذن الوالد هو اللي جاب لك، هو اللي علمني. اي نعم. احكي لي شويه كيفاش تعديت الفتره هذيك. الفروسيه هي وراثيه. وراثيه. أب عن جد. ما شاء الله. من جدي لبابا لي انا لخويا. ان شاء الله. العائله الكل ترتب. العائله الكل فرسان باذن الله. مغرمين بال هوايتنا الفروسيه المداوري. ما شاء الله. فروسيه المداوري. فروسيه المداوري. اللي هي تو نشوفوا مع الوالد بعد شويه شنو هي القواعد نتاعها وشنو هي امورها وشنو هي الضوابط نتاعها. اما انت تو باش تحكي لي اليوم فوزي فارس شنو حياتك؟ كيفاش تتعاطي؟ كيفاش تتفاعل؟ اسكو هذه خدمتك انت؟ هوايتي وفي نفس الوقت مهنتك. خدمه. مهنتك. خدمه، ما عنديش حتى خدمه اخرى. مهنتك. اكثر من الفروسيه ما عنديش. احكي لي كيفاش تتفاعل مع العمل هذا؟ كيفاش تخدم العام 12 شهر ففترات؟ لا ماناش نخدم العام 12 شهر، ما عندناش، عندنا فتره معينه في وقت الافراح ووقت المهرجانات. فقط. اي يستدعونا باش هي الفتره اللي فيها الخدمه الاكثريه ديما شويه في جوان جويليا اوت هذا سيزون صيف اللي نخدموا فيه وقت تسخن الدنيا وتكسر العرس وقت في العروسات والا في الوتله ولا ما فماش؟ لا انا ما خدمش في الوتله، ما بابا خدم في الوتله. بالنسبه لي انا نشارك كان في العرس وفي المهرجانات. ما شاء الله. علاش انتم اخوه زايد معاكم مش ولا انت برك فاميليا؟ لا العوائل بصفة عامة كلهم فرسان. فكرتوش نهار باش تعملوا هكا نوعا ما تاع فرقة تاع سبيكتاكل؟ والله خممنا في الموضوع قبل وبعثنا للوزير قبل. وزارة الثقافة. وزارة الثقافة واقترحنا عليه الموضوع اللي احنا باش نعملوا نادي فروسية في السبيخة باش نكونوا به الوليدات الصغار حتى اللي خارجين من التعليم. ما لقاش حتى توجيه. مثلا 7 اساسي ولا 9 ما يلقاش حتى حل قدامه. حبينا ندخلوا برشا وليدات نشاركوهم وباش ما تنقطعش الفروسيه من تاريخنا ومن بلادنا. تو النادي وكانه نادي ومدرسه معناها. نادي ومدرسه في نفس الوقت نربحوا فيها برشا حاجات. هذه كانت فكره. اقترحنا عليهم الموضوع كيما هكا وما لقيناش الدعم. حبست الامور هكاك. حبست الامور هكاك. وبقيت انت بيدك والسيفه. اليوم انت تسترزق من المهنه هذه فقط. ما عنديش حتى حرفة أخرى، ما عنديش حتى خدمة. في نفس السياق تنجمش تقول لي أنت لو كان باش نقول لك أنا اليوم شنو هي الإشكاليات الكبيرة اللي تعترض اليوم فوزي في خدمته؟ شنو اللي عندي إشكالية واحدة هي أنه نخدم شهرين ثلاثة في العام، ما عنديش حتى صنعة أخرى نخدمها. ما عنديش دعم، ما فما حتى شيء.
نحن خلينا من الدعم، لو كان يكون ثم، شنو هي تفكيرك انت لو كان جا عندك انت سلطه القرار، شنو اللي تقترح؟ نعمل نادي تكوين، نادي تكوين فيه الاولاد باش نجم انت باش نجم نخدم العام 12 ونكون شكون باش يجي بعدي، كي نبطلها انا شكون باش يجي على بعدي؟ على اساس باش الفروسيه المدوري ما تنقطعش من ولايتنا، خاطر ولايتنا ممتازه واحنا ناس مشهورين ومن بلادنا الكل بكل صفه هي صحيح كلها فرسان، لكن تنجم يعني تقول بالنسبه لولايه القروان احنا اشهر فرسان في المدوري. لو كان فوزي عندك ولايه؟ لا مازلت عازم. كان فوزي اليوم يعرس ويجيب ولايه ينصحوا بالشعب المداوري؟ كل صدق اكيد اكيد اكيد، معناها الغرام اكبر من المشاكل، الهوايه اكثر من الخدمه. بارك الله فيك، عندي سيدي عايشك سي عبد الحميد. نعم مرحبا بيك. وبيك عايشك سي، مش نقول لك ما شاء الله عايشك بارك الله فيك، ولدت وكبرت بارك الله فيك يعطيك الصحة. يلزم هذا هو نضحوا حاجة خارقة العادة، حتى كي نموتوا احنا نلقوا يقولوا ولد فلان، يسموه يقولوا ولد عبد الحميد فارس، وهو زاد يكبر ويتخلى فارس. نعم فارس، وباباك فارس، بابا فارس ما شاء الله، فارس مشيف. فارس مشيف. فارس مشيف، هو فارس مشيف وانت جيت مداوي. مداوي كيفاش تعديت هذه؟ ما فيش بها لاحظ في الفرسان قبلي اللي جماعه الكبار وخدمت معاهم لاحظ فيهم اللي هو مشكون. نعم اللي هو مشكون في الفرسان الكبار اللي عندنا سي محمد بودابوس مشهور، عندنا الطاهر بن مسعود زميلي زادة خدمت معاه ما شاء الله، عندنا حسن من سيد سعيدين. هذوما اللي علموك سيدي؟ لا لا لا، علمني بابا. علمك الوالد؟ علمني بابا. اما هذا من زملائي نخدموا مع بعضنا تواتي عريس ولا حفلات نتلاقاو مع بعضنا، وعندنا الكيلاني بن سالم. الكيلاني بن سالم المعلم ما شاء الله، هو اللي علمني. هو اللي علمك هذا كعرفي الله يرحمه. الله يرحمه. باهي سي عبد الحميد، انا باش نجي معاك بالضبيه للامور الفنيه اكثر شوي. شفت مع فوزي الامور الفنيه، فنيات المداوري شنو هي؟ انا كي باش نجي ونفسر شويه المداوري. المداوري، المداوري شنو معناه اسم المداوري؟ المداوري انا يخدم على الطبال وعلى الزكار، على خاطر يدور، يدور على هذاك اسم المداوري. اي الاخر والنوعيه الاخرى عرض فرزوي الفروسيه الاخرى مشيف. مشيف لا مشيف جري متفهمين. خلينا في المداوري. المداوري الحصان دور العباد في الفرح يعني حفلة حلقة حلقة، ويدخل الطبال والزكار في الوسط، ويدخل الحصان يعمل ضربات في العالي يصفح الفوق، ومن بعد يرجع للطبال يشطح في جرة الطبال ويدور على العباد هذيك اللي قاعده، احنا نقولوا زيد بلغة اخرى تقولوا يسلم على العباد دوره كامله ولا دورتين كما يحب هو وما يحب الفارس، يحب دوره ولا دورتين. احنا هنطبعوا طبعوا في الصور. ايوه يسلم على العباد اللي قاعده هذيك، يفرح بهم، يفرح بهم كما هما فرحوا به، هو يفرح بهم زاد. اي حقيقي فهمني. ومن بعد يتقسموا الطبالة والزكارة في وسطك الطرح هذا في وسطك الحلقة على ثلاثة ولا على اثنين، ولا على اثنين، ويبدأ يشطح ويدور بهم هما ثم في الوسط، ومن بعد يخرجوا هما الطبالة والزكارة يخرجوا أو يقعدوا ثم في الوسط، ولا يقعدوا في الوسط، وينطلق وهو ينطلق في الدور متاعه، يبدأ الفارس يصرف في اللعبة متاعه كيما قاعدين نشوفوا، يصرف مثلا يعمل تنقيزات برداعي، ينقز في وسط السرج، ينقز منه ومنه على الجنبين، اي اللي في من داخل ومن برا، يعمل دوره كامله. من بعد ايش؟ يحط ساقه في الدير، في الدير ويخطف التراب، يخطف التراب على اليمين وعلى اليسار. إذا كان يحط زوج ساقين في الدير يهبط يمين يسار، وكان ساق واحد يخدم من جهة، كان يحط اليمين ينزل على اليسار، وكان يحط اليسار يهبط يهبط على التراب لليمين بالخليف. بالخليف ويحطوا لهم حرمة ولا كعبة برقان ولا كعبة رمان ولا في أي حاجة في الشمال الغربي يحطوا الطماطم، يحط هذا كعبة طماطم يشبه مش موجودة على الجلة هذيك باش تشوفها الناس. والفارس اللي عنده سلاح يرمي الكعبة الطماطم وينوض عليها، وينوض عليها. معقول موجودة؟ صح. هذه المرحلة الأولانية. المرحلة الثانية اليوم توا باش نسأل أنا سي عبد الحميد، أنت ما شاء الله عليك معناها
من مهرجان عقارب من المهرجانات الاخرى. شفت ما شاء الله نصلي على النبي. 1975 نخدم في الفروسيه، بديت الفروسيه من 1975. في كلمتين خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، تفضل. شنو هي حاله الفروسيه، كيفاش كانت وكيفاش صبحت اليوم، وكيفاش سي عبد الحميد يشوفها، على خاطر عنده ولده وولدك اليوم يرتزق بالشيء هذا. نعم، ياكل منه في الخبز. ياكل منه في الخبز. شنو كيفاش يرى المستقبل، وشنو من الحاجات اللي سي عبد الحميد لو كان جاء عنده آليات باش ينجم يطور قيمة الشيء هذايا، شنو اللي يعمل؟ أولا الفروسية هذه هي وراثة، كما يقولوا فيها جزرتنا في الدم، ما عادش نجم نبطلها. أنا واحد ناس أنا حتى ولو ما نخدمش حصاني مربوط قدامي في داري، حتى ما نخدمش عليه كي نخزر لويز. والخيل بركة راس، خيل بركة، خير احنا عندنا بركة، واحنا اهل الخيل، من الناس يقولوا ان شاء الله في احنا ربي احنا في الخير ان شاء الله تو حتى تو احنا ان شاء الله في الخير. شنو هو المستقبل نتاعك، كيفاش ترى المستقبل، شنو الحاجات اللي زلنا نعملوهم باش نجم لو نلقى وسيلة دعم، نجم ناخذ حصان ولا زوز اخرين نزيد نربيهم باه، نزيد نربيهم ونخرجهم يخدموا وما تتقطعش العاده هذه، عادتنا عاده الاب على الجد. في المهرجانات ما فماش برشا مداوري، ما يدوش برشا المداوري في المهرجانات الفروسية. موجود شاركوا في المهرجانات، كل عام نشاركوا حتى ال 34 مهرجان من العام للعام، المهرجانات الكل نشاركوا فيها في عدة ولايات في التطاوين في الفترة هذه. ها عندك شهادات نجم تقراها في كل ولاية نشارك، كل بقى حتى الولايات جميع الولايات السويسية. تراشي دور المهرجانات كافي باش ينجم يخلي هالفروسية هذه تعيش، والا لازم حاجه، لازم الدعم بصراحه، لازم الدعم باش المهرجان مني تنجيب حصان ولا يجيب زوز، مني نجيب زوز ولا يجيب ثلاثه اربعه. المشكل فيه في الدعم، في الدعم نتاع المهرجانات. الحل الاشكال سكو باش نقولوا دعم صحيح، شنو نوع الدعم؟ ماديا، فلوس، تشجيع الفرسان، تشجيع للفرسان من عند شكون؟ انا وقت اللي نجي المهرجان مثلا، نمشي المهرجان عقارب ولا الصخيره ولا الغريبه ولا المكنين ولا ملولش ولا جبنيانه ولا البر هذا كل الكل، كي نمشي له ويشجعني انا حتى العام جاي بالتليفون، يربط لي بالتليفون نكلمه نقول له نجيك نجي. خليني نفهمك، معناها الجوائز المرصوده على مستوى المهرجانات شويه اليوم غير كافيه، ما تخلص بالله. قداش الجائزه كيف تربح انت جائزه في مهرجان، قداش تاخذ فلوس؟ ما تفوتش 200 دينار، 200 دينار، 200 دينار باش مش تجيب هي، باش مش تجيب مصروف مصروف في الطريق برك يقول لك ما تخلصش بين قهوه وكسكر، ما تخلصش. وزيد الكاميون اللي باش يعبي الكاميون اللي يشكريه باش يهز ينقل ويرد، اذا كان بعدنا وخرجنا على الولايه ما قلش من 100 دينار كراه هذا كان معناه اللي بيستخدموه من هو اللي باش تاخذوه من الكاميون. معناها ماهوش دعم، معناها ما نجموش نقولوا دعم، لا ما نجموش نقولوا دعم، اما نقولوا تحسين، ما فماش تشجيع باش تتواصل الموارد الماليه على مستوى المهرجانات. المهرجانات صحيح، يظهر لي مانيش غلط، لا لا صحيح كلامك صحيح، تحسين ما نجموش نقولوا دعم، ما يغضبوش ويلقى باش يسدد هكا، شو نقولوا؟ نقولوا بلوتو تحسين الجوائز على مستوى المهرجانات، هذا اللي انت تراه هذا هو شيء ضروري باش ينجم الناس اليوم تكمل تخدم في الميدان هذا. هذا على مستوى، ما قلتلوش التراث، على مستوى المهرجانات، على مستوى التراث. في مستوى فماش حاجات اخرين اللي انت تراهم قادرين اليوم باش ينجموا يحسنوا ولا يخلقوا ديناميكيه جديده ولا يخلقوا حاجه جديده في مربوطه في الدعم، مربوطه في خلينا حكينا فيه دعم، دعم حاجات اخرى، افكار اخرى، افكار اخرى. شنو انا لو كان عندي في ايستي طاقتي في ايراتي، وزاره السياحه مثلا، ايش بيك دعمنا، ايش بيك لا وزاره السياحه، فماشي علاقات، نجم ناخذ فماشي علاقات انتم على مستواكم انتم بالتنظيم المهني نتاعكم انتم معمول ولا ماهوش معمول؟ الا بالاستدعاء، الا بالاستدعاء، كان كي تجي جروبات كبيره توريست يستدعونا باش نمشوا نوروا لهم وجوههم. جات عدة قنوات أجنبية صورتنا في سوسة، في تونس، في القروان، برشا إذاعات، الإذاعة الأولى الألمانية قعدت بحذانا ثلاثة أيام تصور في الفروسية والأعراس التقليدية في الجهة. في سوسة صورنا في البلاد العربي قدام حضرموت إيطالية، قناة الرابعة والخامسة الإيطالية، زاد قعدنا نهارين نصوروا معاه.
لكن ما ثماش ناس وتوريست يجيوكم في بلايسكم ويشوفوا ويعيشوا معاكم؟ لا، في منطقتنا ما هيش منطقه سياحيه بطبيعتها، هم يجوا للقروان للفزقيه. القيروان بلاد اسلاميه وحضارتها كبيره، بلاد اسلاميه وحضاره كبيره، هم يجوا الغادي يستدعونا باش نمشوا نقدموا عروض ثميك في الفزقيه. في الفزقيه نقدموا عروض لتوريست ثميك في الفزقيه. واضح يا سيدي. اش باش نقول لكم؟ بارك الله فيكم بس على التنوير اللي نورتونا. عايشك، ربي ينورك. عايشك، بارك الله فيك. فوزي ان شاء الله ربي يجيبك في الصوير. عايشك، رحم والديك. واحنا بكل صفه من شيرتنا احنا كاتحاد ان شاء الله بقدره ربي نحاولوا باش نلقاو لكم الاليات اللي تنجموا نعاونوكم بها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نقطعوش الاستضافه هذه من جمله الحاجات اللي هي نافذه مفتوحه على فروسيه المداوري، خاطر ما تعرضناهاش قبل. اليوم هنا تعرضنا لها معك انت، واسعدت بلقائك. كان الكلمه جوابك على سؤالي كيف قلت لك انا لو كان جا عندك وليد غدوه ان شاء الله ربي يكون شي ورثني انا في الفروسيه، حاجه خارقه للعاده وحقيقه معناها تستحق عليها ان شاء الله كل الدعم وكل الشكر. يعطيك الصحه، بارك الله فيك سي عبد الحميد، بارك الله فيك على المصافحه هذه، وكما يقولوا بارك الله في من ولد من رب يظهر لي ان شاء الله ربي ينوي الخير ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله. وان شاء الله يكونوا عندنا معكم لقاءات جديده باذن الله مع فروسيه المداوري، وان شاء الله باذن الله نكونوا نصافحكم في فرص قادمه. وبارك الله فيكم. عيشك، بارك الله فيكم.